طيب خلينا ناخد دكتور منار غانم على التليفون ونعرف منها، طبعا هي بتكون منورانا كل اسبوع في بدايته، ونعرف منها كده اخبار الاسبوع ايه من حاله الطقس ودرجات الحراره. يا دكتور منار صباح الفل عليكي. صباح الفل على حضرتك استاذ انا هند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وبنحب نطمن بس واضح كده مع يعني بدايه الاسبوع النهارده والساعات الاولى الجو اعتقد معتدل، فخلينا نطمن. اتفضلي يا دكتور. بالفعل يا فندم احنا بنشهد يعني اليوم وعلى مدار هذا الاسبوع يمكن استقرار في الاحوال الجويه، زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار مع ارتفاع تدريجي في درجات الحراره خلال فتره النهار على كافه مناطق الجمهوريه. الطقس خلال فتره النهار هيكون مائل للدفء على اغلب المناطق الشماليه للبلاد، سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، هيكون دافي على جنوب البلاد، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بعض المناطق كمان من جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فتره النهار. لكن خلال فتره الليل ومع غياب اشعه الشمس درجات الحراره هتنخفض بشكل ملحوظ، والطقس هيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه خاصه الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، واحنا الفتره دي دايما بننوه من عدم تخفيف الملابس لان مع دخول ساعات الليل الطقس بيكون شديد البروده، في فرق كبير بيوصل لاكثر من 10 درجات بين درجه الحراره خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. تغيير نوعيه الملابس من الليل للنهارده ممكن لا قدر الله يصيبنا ببعض نزلات البرد، فاحنا على الاقل بانتهاء فصل الشتاء هنستمر في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. يمكن كمان الظاهره اللي هتكون معانا خلال الايام دي هي الشبوره المائيه اللي بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن الحمد لله كمان شبوره مائيه نقول خفيفه مش هتاثر على الرؤيه الافقيه بشكل كبير او على حركه المرور. مع نهايه الاسبوع على يوم الخميس القادم ممكن نشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره. لا ده ظابط نفسه على الويك اند بقى ده لا مقارنه يوم الاربعاء درجه الحراره تكون 24، مع يوم الخميس هتبقى 20 درجه مئويه، فالطقس هيظل معتدل يعني مش هنرجع للاجواء شديده البروده او مائل للبروده خلال فتره النهار، هي الاجواء هتظل معتدله والامطار هتبقى فقط على سواحلنا الشماليه مش زي الويكند اللي فات او اللي قبليه يعني. لا لا الاسبوع ده بصفه عامه كله هيبقى اسبوع نوعا ما مستقر مقارنه بالاسبوع الماضي. رائع جدا، يعني بنشكرك دكتور منار على هذا التوضيح الخاص بدرجات الحراره والطقس، شكرا ليكي.